شكرا لكم جميعا. والآن أود في البداية أن أرحب بالسادة ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية ومعالي رئيس وزراء دولة فلسطين والسادة سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية ورؤساء سكرتاريات التجمعات الإقليمية الاقتصادية، ممثلي بقية أجهزة وآليات الاتحاد الإفريقي والسادة الضيوف، وأنتهز هذه الفرصة لتوجيه التهنئة لأشقائي فخامة السيد محمد ولد غزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وفخامة السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وفخامة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذين تولوا مناصبهم منذ قمتنا في فبراير الماضي. وأجدد الإعراب عن الامتنان للجانب الأثيوبي على حسن الاستضافة اتصالا بأعمال قمة اليوم والغد. وسنبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية بالاستماع والوقوف احتراما للنشيد، نشيد الاتحاد الإفريقي.